الجديدة من برنامج المرصع. منذ سيطرتها على مقاليد الأمور في اليمن، صادرت الميليشيا الحوثية رواتب موظفي الدولة وسرقت المساعدات الإغاثية من أفواه الجوعى. شنت حملة واسعة لجمع جبايات من المواطنين والتجار وطلاب المدارس لإقامة فعالياتها الطائفية. ويعد قطاع الضرائب والجمارك والزكاة وعائدات السوق السوداء الشريان الحيوي الأهم لتغذية خزينة ميليشيا الحوثي في تمويل مناسباتها الطائفية. حرمت ميليشيا الحوثي مليون موظف يمني من رواتبهم لتصرف 108 ملايين دولار لإقامة طقوسها. سيطرت على سوق إعلانات الطرق في العاصمة صنعاء للترويج لأفكارها السياسية والمذهبية. كما يجد الناس في مناطق سيطرة الحوثي أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية كبيرة لهذه الميليشيا، ومن يرفض يتعرض للسجن أو الاعتداء عليه ونهب مبالغ أكبر. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت مشايخ المديريات وعقال الحارات على الإعداد والتحضير والتحشيد لتلك الفعاليات والمهرجانات السياسية تحت غطاء ديني. عن استغلال ميليشيا الحوثي للأموال العامة وفرض الجبايات لتمويل مناسباتها الخاصة سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن قبل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نشاهد بعض التصريحات التي أخذها مراسلنا من الشارع اليمني. هو منذ تقرير لجنة الخبراء ذكر أن ميليشيا الحوثي يعني تستقطع أو دخلت ميزانيتها حوالي 34 مليار من الاتصالات، وهذه ما تقوم به الآن من نهب أموال المواطنين بأكثر من حجة وبأكثر من مناسبة يستحدثونها هم من أجل فرض أجندتهم، فرض تطييف الشعب والمجتمع اليمني الذي لم يكن يعرف الطائفية من قبل، وهذا يجب أن يتوقف. يعني هذا يعتبر لعب بالأموال العامة واستغلال يعني لفرض الهيبة، هيبة الميليشيات على الشعب اليمني الذي الآن الشعب يعاني من يعني من أبسط الأشياء، ومن يعني يعاني من الكثير من المشاكل، فتأتي هذه الجبايات وتأتي هذه الاستغلال للمناسبات هذه تطيح ما تبقى من صمود هذا الشعب. تمارس ميليشيات الحوثي جبايات الأموال في مناطق سيطرتها، وتستغل أو تصنع بعض المناسبات التي ليست لها أساس من أجل جباية الأموال في مناطق سيطرتها، وتمارس بشكل ابتزاز المواطنين بالقوة وبالبطش وما تملكه من أدوات قمع، أيضا تجعل المواطنين يعني يخضعوا لابتزازها ويقدموا أموال ويتستغل تلك الأموال لتمويل فعالياتها الشكلية، وأيضا لتجريف الثقافة وأيضا وتمويل حربها ضد اليمنيين. نحن الآن قادمون على مناسبة المولد النبوي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من هم تحت سيطرة هذا الميليشيات الحوثي صاروا يخافون هذه المناسبة وجميع المناسبات التي تفرضها الحوثي، وذلك السبب لأنها تفرض عليهم رسوم وجبات وأموال تستغل هذه الأموال العامة لهذه المناسبات، منها مناسبة 21 سبتمبر وغيرها من المناسبات تستغلها الحوثي لفرض أموال. التاجر صار الآن يخاف هذه المناسبة لأنهم يأخذون عليه أموال، فرض أموال عليهم. صاحب المحل المواطن البسيط يخافون هذه المناسبة لأنهم يأخذون عليهم أموال باسم هذه المناسبة، مولد النبوي وغيرها من المناسبات. الحوثيين الآن يجهزون الى المولد النبوي على اساس انه مولد النبوي، انهم لو كانوا الحوثيين اصلا يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاتهم ما قاموش هذه الحرب وما خرجوش عنا ما خرجوش قاموا الحرب بالاسلحه وحاصروا المدن وقتلوا الناس وفعلوا فعلتهم، لكنهم يستغلون الدين استغلال. فمثلا المولد النبوي الان يذهبون الى كل محل ويسرقون، انا اسميها سرقه، يسرقون من كل محل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ باستقبال اتصالات هذه الحلقة. ومعنا الباحث السياسي الصحفي عادل الأحمدي. مرحبا بك سيد عادل.
مساء الخير سيد عادل. تتهيأ ميليشيا الحوثي للاحتفاء بالمولد النبوي ولكن على طريقتها وليست على طريقة التي تعود أن يحتفل بها اليمنيون بهكذا مناسبات، كيف تابعت ذلك سيد عادل؟ طبعا ليس غريبا على مثل هذه العقابات هذا المنح او هذا المنحنى اللصوصيه، الاكيد انهم اصلا في الاساس هم لصوص سلطه ولصوص جاه ولصوص مال، ويعني كل شيء ياخذوه هو اصلا امر اللصوصيه ولا شيء ياتي بحقه. والحادث الان انهم يسرقون الناس ويسرقون بطون الناس يعني باسم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاه والسلام. وهذا طبعا بالتاكيد يعني كما ذكرت التعليقات وكما ذكر تقريركم هو اسوء انواع اللصوصيه يعني واسوء انواع النهب والسرقة يتم باسم الله ورسوله، ولكنهم ايضا باسم الله ورسوله وجدنا انهم يعني يدعون الحكم باسم الله ورسوله ويدعون بعد يعني ويطلبون موده الاخرين وكله باسم الله ورسوله، وهي عباره عن اشياء ما انزل الله بها من سلطان، إذ أن المناسبة الدينية يفترض أن تكون محطات للتزود بالقيم التي كان عليها الأنبياء والتي كان عليها الصحابة وكان عليها الأولون، إنما تحولت إلى موسم بالنهب والنصب وأصبحت صراحة نوع من تكريس التجويع الذي تقوم به هذه الجماعة بحق هذا الشعب الذي تحلب إيراداته وتحرمه من مرتباته ثم تفرض عليه إيتاوات بأشكال وأنواع يعني متعددة، وتزيد بعد ذلك أن تضر الرماد على العيون بأن تصرف لهم سندات استلام يعني تماما كما يفعل أسيادهم طبعا في قم ومشهد والنجف وكربلاء وأصفهان. هم عبارة عن يسرقون أموال الناس بالباطل وباسم إمامهم المسردد، ولا شيء بطبيعة الحال يصل إلى إمامهم المسترجب، مثل ما لا شيء يصل طبعا بطبيعة الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احتفاؤنا الحقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا أذاهم عن الناس، أن لا أن يمعنوا في سرقتهم، وكأنهم يريدون أن يبغضون الناس في الله عز وجل وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم سيد عادل، اليمنيين دائما متعودين يحتفلوا بالنبي بكل المناسبات الخاصة بالنبي وأيضا بالمناسبات الدينية كافة، ولكن ما الذي يهدف إليه الحوثيون ليحتفوا بهذه المناسبات بهذه الطريقة وجعلها مناسبات رسمية خاصة؟ ما الهدف الأساسي لتحويل الاحتفالات بهذه الطريقة بهذا الأسلوب؟ المؤسف انهم لا يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمولده الذي لم يتاكد تاريخ مولده على وجه الدقه، اذ ان الثاني عشر من ربيع الاول هو المؤكد انه تاريخ وفاته عليه الصلاه والسلام وليس مؤكدا بالضبط انه تاريخ ميلاده. هم لا يريدون ان يحتفوا بنبي البشريه وخاتم الانبياء والمرسلين عليه الصلاه والسلام بقدر ما يريدون وكانه الجد المؤسس لامبراطوريتهم، هذا هو المأساه. ويربطون بعد ذلك الامر بفرض الاتاوات وبجعل الناس يعني وكانهم ايش وكان المناسبه هذه عباره عن عقوبه من الدين للبشريه وليست رحمه مهداه لهذا للعالمين. نعم نعم سيد عادل، الاحتفال المتكرر بهذه المناسبات خطورته على وعي الناس، الهدف الذي يسعى إليه الحوثيين هو تكريس فكرة الحق الإلهي للبيت وإعطائهم الحق في ما يقومون به، هل فعلا ينجح ذلك على تأثير الناس أم ما يحصل هو العكس؟ طبعا كل المناسبات التي يهدفون إلى إحيائها من يوم الغدير إلى يوم عاشوراء إلى يوم المولد النبوي إلى أربعينية السيدة فاطمة رضوان الله عليها إلى مولد الإمام زيد إلى كل هذه المناسبات التي تظل متواجدة على مدار العام، الغرض منها أولا يبقى الأتباع على درجة من الأهباء النفسية والمعنوية وكذلك إيصال رسائلهم، وهي أصبحت مناسبات للتعبئة العسكرية ضد الآخر الذي يعتبرونه أنه إيش وكأنه يناصب أهل البيت العداء وكأنه يقف مع أمريكا وإسرائيل، فأصبحت مثل هذه المناسبات صراحة عبارة عن
مواسم الكراهية، مواسم التحريض، وليست مواسم التراحم والتسامح كما يفترض أن تكون. نعم، إذن سيد عادل الأحمدي الباحث السياسي والصحفي كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من وكيل وزارة الثقافة الأستاذ زايد جابر. مرحبا بك سيد زايد، مساء الخير أستاذ زايد. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ زايد. ما يقوم به الحوثيون الآن هل هو تكريس لفكرهم في المجتمع اليمني أم مجرد مصدر دخل غير مشروع للمال؟ الحقيقة الأمر يتجاوز مجرد جمع المال. صحيح أنهم ما يتركون مناسبة إلا واتخذوها وسيلة لنهب الناس، لكنهم باستطاعتهم أن يفعلوها حتى يعني بدون هذه المناسبات بالنسبة للمال، فهم يأخذون دعم الجبهات وما إلى ذلك. لكن مثل هذه المناسبات هي مهمة بالنسبة لهم لترسيخ فكرة الاصطفاء الإلهي وفكرة الحق الإلهي والفكر الذي يبشرون به. ونحن نلاحظ أنهم ربما طوال العام ينتقلون من مناسبة إلى أخرى، وبالتدريج يعني تبدأ المواسم يعني بدءا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقلون إلى علي وفاطمة والحسن والحسين حتى دخول الهادي، ثم يصلون إلى مقتل بدر الدين الحوثي وحسين وإلى اليوم. هذه كلها محاولة لترسيخ فكر الناس أنهم يعني في وعي الناس أن هذه سلسلة متصلة وأن هذا هو الدين وأن هؤلاء يعني هم أبناء النبي وهم أوصياء وما إلى ذلك. نعم سيد زايد، الآن صنعاء وما حولها ومناطق التي تخضع لسيطرة الحوثي، ما يسود في هذه المناطق وخطاب الحوثي الطائفي والمذهبي، خطاب وفكر موحد واحد، لا يوجد خطاب مقابل له يجابهه. الناس تعتب عليكم في الحكومة الشرعية، خاصة في وزارة الثقافة، وزارة الإعلام، عن غياب دوركم في مجابهة هذا الفكر. الحقيقة فعلا هناك قصور لا ما من شك يعني في مواجهة هذا الفكر، يعني على الأقل الآن يعني سيكون إعلاميا، مع أن ما يقوم به الحوثي اليوم ليس جديدا، يعني ربما منذ سنوات طويلة، يعني وأثناء الحروب الست يعني لا زلت أتذكر أن كان من شروط العلماء من كانوا يسمون أنفسهم علماء الزيدية، مع أنهم كانوا يظهرون أنهم إلى جانب السلطة، يعني كانت مطالبهم أنه ألا يمنع الاحتفال بهذه المناسبات، ولم يكن هناك وعي للأسف لدى السلطة الشرعية ولدى مؤسسات الدولة بما تؤديه هذه المناسبات، وأنها ليست مجرد مناسبات دينية كما يتوقع البعض وأن هذا من الحرية الدينية. حين كان هناك وعي يعني بعد قيام ثورة سبتمبر كان من أوائل القرارات التي اتخذتها الحكومة الجمهورية أنها منعت الاحتفال بعيد الغدير، حتى أنهم الإماميين أصدروا بيانا آنذاك من يعني إذاعة الرياض ويعني اتهموا الناس بالعداء، وأصدرت عليهم علماء الثورة وقيادات الثورة بيانا أن هذه مناسبة عنصرية سلالية تحاول ترسخ في أذهان الناس التمييز العنصري وتدعي الحق الإلهي، وليست مجرد احتفاء يعني كما يحدث في العالم الإسلامي الآخر برموز إسلامية أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني في الوقت الذي كانت الحكومة قادرة لم تقم بهذا الواجب. اليوم مع سيطرة الحوثية يبدو الأمر يعني أشد أكثر صعوبة، ومع ذلك يبقى الغطاء يعني الفضاء الإعلامي والتوعية الإعلامية من بعيد، خصوصا في مثل هذه المناطق، لأن لا أحد، مع أن كثيرا من الموجودين هم يعارضون مثل هذه الاحتفالات الهوجاء الذي يقوم بها الحوثي بطريقة لم تعرفها اليمن ولا حتى في عهد الأئمة، لكن من الصعب على المعارضين للحوثية في المناطق المسيطرين عليها اليوم أن يقفوا في وجههم، لأن هناك عنف يمارس على كل من يعترض على مثل هذه الاحتفالات وغيرها من مثل هذه التعبئة، ولم يبقى إلا يعني محاولة يعني إقناع الناس بخطورة مثل هذه الأفكار عن طريق الإعلام في مثل هذه المناطق، وما لم يكن هناك تحرير للناس يعني من القبضة العسكرية لمثل هذه الميليشيات، فيعني هناك خطورة تزداد عاما بعد عام، خصوصا لدى صغار السن واستغلال الفقر والجهل وخروج الناس الأطفال من المدارس
يعني إيقادهم بمثل هذه المعارك الفكرية والمحرقات الفكرية. نعم سيد زيد جابر وكيل وزارة الثقافة كنت معنا من اسطنبول عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام اتصال آخر من مأرب معنا مانع سليمان. مرحبا بك مانع، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك مانع. الميليشيا تتهيأ للاحتفال بالمولد النبوي، كيف تابعت هذه الفعاليات وتجهيزات الحوثيين للاحتفال في مناطق سيطرتها؟ ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإمامية السلالية يعني من إعدادات لما يسمى بالمولد النبوي ليس من باب الاستعداد لإقامة شعائر دينية أو ما إلى ذلك. المسألة وما فيها أن ثمة استغلال سياسي لمفاهيم الدين ورموزه وحتى تاريخه. جماعة الحوثي هي ليست حديثة الوجود في اليمن، هي عبارة عن امتداد للمشروع الإمامي السلالي الذي جاء به الهادي ابن الحسين الرسي إلى اليمن، وتحاول أن توظف كل شيء يعني فيما يصب في الذاكرة السياسية الإمامية والوعي الإمامي، تحاول أن تمغنط يعني الذهنية اليمنية بمفاهيم الإمامة في كل شيء، يعني بكل شيء حتى على مستوى الصلاة، تحاول أن توظف ما ورد في الصلاة مثلا من الصلاة على النبي بعض الآيات القرآنية، توظفها في التوجيه السياسي للمجتمع. الميليشيات الحوثية الآن هي تعد احتفالا سياسيا شبيه بالاحتفالات الانتخابية، أو حتى ممكن يعني يكون مش شبيه بالاحتفالات الانتخابية، لأنها تحاول أصحابها في الاحتفالات الانتخابية أو يعني أن تظهر مشاريعها التنموية وما إلى ذلك. أما هذا الاحتفالية هي أسوأ من ذلك، هي عبارة عن إعداد للحرب ومحاولة إيجاد أكبر قدر ممكن من المقاتلين، يعني تشبه الحشد الذي كان يعني يقوم به هتلر في للنازية، يعني هذا كل ما في الأمر حشد ذاتي. فؤاد أقصد مانع، عفوا مانع، بحسب ما ترى في الشارع اليمني، هل فعلا نجحت الميليشيا الحوثي بأهدافها من وراء كل هذا الاحتفالات بهذه الطريقة، أم أن وعي المجتمع اليمني أكبر من ذلك؟ يا أستاذتي العزيزة، الآن أصبح الفضاء مفتوح ولا يمكن أن يتقطرن الشعب اليمني. قد يتظاهر المستضعفون تحت سلطة الميليشيات الإمامية السلالية الحوثية يعني بالصمت أو حتى بالموافقة، قد يجاهرونهم بالموافقة لكنهم يعني غير مقتنعون إطلاقا. السخرية اليوم أصبحت من المشروع، السخرية من المشروع السلالي أصبحت ظاهرة ولم تعد حتى يعني عبارة عن نكات يحدثها فلان أو علان. الآن أصبح جميع اليمنيين يسخرون يعني من هذه الميليشيات ومن تصرفاتها ومن إعداداتها، أصبح الكل يستهزئون يعني بتصرفاتها وبما تقوم به من محاولة استغلال سياسي لمفاهيم الدين أو رموز الدين. نعم. اليوم الوعي تجاوز الذاكرة الإمامية التي تحاول أن تستجلب هذا المعنى أو ذاك أو تلك الشخصية من أجل تحشيد سياسي ما أو عسكري. نعم منع سليمان كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. اتصال آخر مشاهدينا الكرام من فرنسا معنا فؤاد عامر. مرحبا بك فؤاد، مساء الخير. مرحبا بكم، مساء الخير بك وبالمشاهدين. أهلا بك فؤاد، لعلك تابعت ما يقوم به الحوثيين في مناطق سيطرتهم من تحشيد وتجهيز للاحتفال بالمولد النبوي بطريقة تنافي كل القيم وكل العادات التي تعود أن يحتفي بها اليمنيون بهكذا مناسبات. برأيك ما خطورة ما يقوم به الحوثيون خلال الخمس السنوات الماضية على مستقبل اليمنيين وعلى فكرة اليمنيين ووحدتهم وأيضا نظرتهم لمثل هكذا مناسبات دينية؟ نعم، هو عموما بداية
يمكن أن نقول ليس بعد الحوثية ولا الهاشمية دم، يعني كما يقول المثل ليس بعد الكفر دم. لذلك كل شيء متوقع، يعني حتى الكفر لو كان اليمنيون قد كفروا لن يفعل بهم الكفر مثل ما فعلت بهم الهاشمية والحوثية من مآسي ومشاكل وهدم للدولة وتفكيك للمجتمع ونهب للثوروات وتفقير وتبذير كما هو عادة السلالة منذ أكثر من 60 إماما تناوبوا على حكم اليمن الشمالي سابقا. وبالتالي فهذه الأشياء متوقعة منها، وهي متوقعة من حيث أنها هي صلب المشروع، هي الأيديولوجيا التي ترتكز إليها الفكرة الإمامية، الفكرة الحوثية التي تقوم بها السلالة الهاشمية في داخل اليمن في إطار مشروعها للهيمنة على الدولة والمجتمع والسيطرة على المقدرات، على مقدرات الدولة، على الدولة وعلى المجتمع. من المعروف أن يعني كل حزب أو جماعة تقوم بالحكم في أي دولة من دول العالم هي بحاجة إلى إيديولوجيا ما لكي تقوم بتبرير، لكي تقوم هي التي تكون مبررها لحكم هذا المجتمع. وبالتالي الجماعة الحوثية الهاشمية هي جماعة تستند إلى هذا الميراث الديني. الجماعة الحوثية الهاشمية هي بنت نصوصنا، بنت نصوصنا الدينية، بنت الأحاديث السنية قبل الشيعية التي تعطي نوع من القداسة للجماعة الهاشمية. وهذا ما قد يدفعنا إلى التفكير مجددا في كيفية الرد مستقبلا على طريقة كيفية يعني الرد غير الكافي حتى الآن في مواجهة هذه الممارسات، في مواجهة الجماعة الحوثية إجمالا وليس فقط فيما يتعلق بالاحتفالات. الجماعة الحوثية هي تستند على هذه الإيديولوجيا الدينية التي تستند على النصوص، وبالتالي هي قامت بالانقلاب سياسيا، قامت بالانقلاب على مشروع الدولة الذي ومخرجات الحوار الوطني الذي هو كان المشروع السياسي والأمل الذي كان عقدا جديدا لليمنيين، قامت بالانقلاب عليه تحت مسمى وتحت إطار فكرة أن هناك استبدال كل ما هو منتجات القيم الحداثة في إطار الحكم من سياسة من ديمقراطية وعقد اجتماعي وفيدرالية وكل هذه القيم الحداثة بأيديولوجيا دانية نافية للدولة ونافية للمجتمع وللحق وسياسي واقتصاديا أيضا. هناك فكرة الخمس، هناك فكرة الزكاة تحدثنا عنها مسبقا في أكثر من حلقة تقريبا أنتم أيضا في كثير من البرنامج. الآن ما يأتي الآن هو مبرر آخر، حلقة جديدة في سلسلة حلقة إفقار الدولة، إفقار المجتمع، إفقار الشعب اليمني. بدأت بالسيطرة على موارد الدولة بشكل عام وميزانيتها، ثم السيطرة على الموارد السيادية وحصر العقود النفطية في أيدي معينة من جماعاتها. من العقود النفطية أصبحت محصورة على أناس محصورين في بني هاشم من دول اليمنيين. بدأت السيطرة على الشركات، بدأت قبل أيام السيطرة حتى على الصيدليات، بدأت تحارب الناس في كل اليمنيين في كل مناحي رزقهم وعملهم. وهذا كله يعيدنا إلى القضية الأساسية وهو التناقض الأساسي ما بين اليمنيين والجماعة الحوثية، تناقض أساسي ما بين اللي هناك يمني وهناك هاشمي. لا يمكن أن يكون إذا لم يدرك اليمنيين هذه النقطة بأن هناك جماعة متوردة لا تحس بالانتماء للدولة ولا للمجتمع، فإنه سيكون هناك ستستمر. إذا غاب هذا الوعي عن اليمنيين فلا فائدة، وبالتالي لن يكون هناك جدوى في مواجهة هذه الجماعة الإرهابية المتخلفة الظلامية. نعم فؤاد، الآن في الخطاب الحوثي الطائفي المذهبي هذا والجهد المنظم الذي يقوم به الحوثيين، من الملاحظ أن من في الجهة المقابلة الخطاب المضاد ضعيف، غير منظم، غير مشتت. ما الذي يتوجب على الجهة المقابلة من كتاب إعلاميين مثقفين، أيضا جهات مسؤولة من الحكومة الشرعية، فعله لمجابهة كل هذا الخطاب من قبل الحوثيين؟ هو في الحقيقة الرد الفعل ضعيف جدا، ليس هناك الرد يعني الآن ما يسبب هو هذه الإيديولوجية وجذورها الدينية، وبالتالي يجب أن يكون هناك فعل تنويري كبير مقابل ومضاد في الاتجاه الآخر ضد هذه لفكفكة هذه المفاهيم الدينية التي تحكمنا. طبعا هذا من خلال قناتكم أنتم تلعبون بعض الأدوار من خلال وسائل الإعلام، من خلال وسائل الإعلام البديدة، وسائل التواصل الجديدة، يمكن هذه تكون بدائل. طبعا لا نتحدث عن دور الحكومة، الحكومة ميتة وهي أصبحت في سوءها وفسادها تقارب أو تقترب من سوء الجماعة الحوثية، لكن بشكل عام يعني المزيد من الإغراق في الخرافات الدينية يجب أن يقابل في المزيد من التنوير في الإنغراق في التبشير بقيام الحداثة. نلاحظ اليوم هناك مثال في داخل سوريا، في داخل لبنان، في داخل العراق، هناك
يعني الكثير من التبشير لأول مرة مثلا يخرج العراقيون بعد أن ضاقوا بفساد يعني فساد الميليشيات الشيعية التي ترتكز على نفس الإيديولوجية التي في اليمن والتي نهبت من ثروات العراق أكثر من 1,000 مليار دولار ما يغادر تريليون دولار كثيرة بأن تحول العرب العربي كله إلى غابة خضراء إلى مسطحات خضراء ومصانع. هي الآن قام انتبه الشعب العراقي الآن في هذا الوقت وخرج يطالب بدولة علمانية مدنية حديثة ضد استخدام ضد الميليشيات الشيعية التي في داخل العراق والتي تستخدم الدين هو نفس الاستخدام الموجود لدينا. نفس الشيء في داخل لبنان لأول مرة نجد اللبنانيين خرجوا لكي يتجاوزوا المنطقة الطائفي والمنطقة التقسيم المذهبي الذين هم عليه وبدأوا يطالبون بشكل واضح بدولة علمانية في داخل لبنان. إذن يجب التبشير بهذه قيم الحداثة التي موجودة الآن في الوقت الحالي، يجب التبشير بقيم الدولة المدنية العلمانية في داخل اليمن. سبب كوارثنا هي هذه الإيديولوجيا التي هي مرتبطة بشكل عضوي في داخل الدين، وبالتالي ليس لنا خلاص إلا بهذا الشيء. وقد بدأت ملامح الناس، هناك نلاحظ يعني في الأيام الأخيرة كنا نتابع احتفالات بديلة موازية لاحتفالات التي تقوم بها الميليشيا الحوثية في داخل اليمن. الناس بدأوا يحتفلون بالهالوين وبالنويل وهي مناسبة غير دينية، يعني كرد فعل كنوع من الكراهية وكنوع من الرد الفعل ضد هذه الاحتفالات التي تأتي بالقوة وبالقهر وبالغرابة ضد مجمل قناعات الشعب اليمني. كل ما يأتي بالفرض وبالقوة هو مضاد لقناعات الناس، هو مرفوض في الأخير، وفي لحظة ما ستأتي المناسبة لكي يتم الانقلاب كليا على هذا الفكر وعلى هذه الجماعة. نعم فؤاد عامر كنت معنا من فرنسا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، عن نفس الموضوع طرحنا سؤالا على صفحة الفيسبوك، نستعرض لكم الآن بعض من التعليقات التي وردت على موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أول تعليق من سماح ردمان تقول: والمحاضرات التي تقام من قبل أسبوع في المدارس والجامعات وكل الدوائر الحكومية والتوعد بمعاقبة من يتخلف عن حضورها، عمليات غسيل للعقول واستمرار في إهانة الموظفين. تعليق آخر: من محمد عبد الله السراج. محمد يقول: تستغل ميليشيات الحوثي المناسبات الدينية والاجتماعية لغرض تحويلها إلى وسيلة للنهب والسلب ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية، وهي تسعى على جميع المزيد من الأموال لصالح مشروعها الظلامي التدميري وسياسة الإفقار الإجبارية لشرائح واسعة من موظفي الدولة وحرمان الناس من أبسط مقومات العيش بكرامة، وحولت المجتمع داخل مناطق سيطرتها إلى حالة من الموت البطيء. اتفق مع الجزئية التي وردها محمد إلى إفقار المزيد من الناس داخل صنعاء، وهذا ما كان من الملاحظ أنه شرائح من المجتمع تزداد غنى والعكس. تعليق آخر من عاصم الحسامي يقول: يعيش غالبية السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب الحوثي تحت خط الفقر جراء الجبايات وحرمانهم من الرواتب، وخصصت مبالغ ضخمة من المال العام لإقامة مئات المهرجانات الدينية والطائفية المستوردة من طهران والدخيلة على المجتمع اليمني. الميليشيا الحوثية من أجل إقامة فعالياتها أوقفت رواتب موظفي الدولة ونهبتها، كما أنها سرقت المساعدات الإغاثية وأجبرت التجار على تمويل مناسباتها الطائفية بالتزامن مع حملة واسعة لجمع جبايات من المواطنين والتجار وطلاب المدارس دعما لإقامة هذه الفعاليات. حتى طلاب المدارس لم يسلموا من ذلك. تعليق أخير: إذن كان هذا آخر تعليق. اتصال آخر معنا، أحمد الصباحي. أحمد الصباحي صحفي من السعودية، مرحبا بك أحمد، مساء الخير. أهلا بك أحمد. الآن في ظل كل هذا الجهد المنظم من قبل الحوثيين خلال الخمس سنوات الماضية في تكريس هذا المنطق وهذا الفكر الطائفي المذهبي داخل المجتمع اليمني، في المقابل الخطاب المضاد ضعيف ولا يرتقي لمستوى الكارثة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، برأيك مسؤولية من مواجهة كل هذا التجريف الحاصل للمجتمع اليمني؟ بالفعل هناك ضعف شديد في
مواجهة هذا الخطاب المنحرف الذي يريد أن يحرف مسار المجتمع اليمني إلى مسار طائفي، وبالتأكيد المسؤولية تقع أولا وأخيرا على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وأيضا على القوى السياسية اليمنية والمكونات المجتمع اليمني الأصيل من الأحزاب والمنظمات وغيرها من مكونات البلد التي ترفض هذا الفكر وترفض هذا الخطاب الذي يراد أن يحول اليمن إلى يعني مدينة إيرانية تكتفي بالشعارات الحمراء والخضراء، وهي مقدمة أيضا لكفائها أيضا بلون الدم، وهي غارقة فيه منذ 5 سنوات بسبب هذا الانقلاب المشؤوم الذي أعاد اليمن 50 عاما إلى الوراء. وبالتأكيد مسؤولية مهمة جدا علينا جميعا أن نتكاتف إذا كان هناك قصور حكومي من قبل الحكومة الشرعية، وهذا القصور له أسبابه نظرا لغياب الحكومة وافتعالها عن الميدان وضعف الإمكانيات وغيرها من الأسباب، يعني الأسباب المنطقية وغير المنطقية، ولكن أيضا هي مسؤولية تقع على كل فرد على كل يمني باعتبار أن هذا عدوان على الشعب اليمني، على هويته، على جمهوريته، على وطنيته، على إرثه التاريخي والذي قامت عليه منذ عشرات السنين. نعم، إذن أحمد صباحي كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر أيضا من السعودية معنا، عبد الإله نقع. مرحبا بك عبد الإله، مساء الخير. مساء النور أختي الكريمة. عبد الإله، الآن ما تقوم به ميليشيات الحوثي بهذا الشكل والتضييق المبالغ على المواطنين في مناطق سيطرتها للاحتفال بهذه المناسبات، المراد منه أيضا بالإضافة إلى الدخل غير المشروع للمال، أيضا تكريس فكر معين يخدم الجماعة، هل فعلا تنجح في ذلك أم ما يحصل هو العكس نتيجة هذا الضغط المبالغ على المواطنين؟ يجب أن نعترف أنهم ينجحون في بعض الحالات، ولكن في الغالب الأعم فإن شعبنا اليمني عرف كل لعيبهم ويعرف بكل تأكيد مستوى الانحطاط الذي وصلت له هذه العصابة المسيطرة على أرضهم، يعرف أنهم يحاولون تحويل المجتمع إلى قطيع عبر هذه المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعرف انهم عصابه تجري في عروقها جيل اسمه جيل الجبايه، ولذلك نجد ان الشعب اليمني باكمله استطاع ان يعي خطوره هذه العصابه وخطوره ما تقوم به. كنتم تتكلمون خلال برنامجكم عن او الاخوه الضيوف يتكلمون عن دور الحكومه. انا معني اكثر بان يكون كل يمني راس حربه في مواجهه هذه العصابه وفي مواجهه ما تقوم به، وذلك ما راينا شبابنا يسخرون منهم، راينا شبابنا يقاومون فكرهم السلالي العنصري بفكر اخر وبمواجهه راقيه جدا عبر استحضار رموزنا اليمنيه، عبر استحضار تاريخنا المجيد. لسنا ابدا ضد الاحتفال بالمناسبات الدينية، ولكن هل يعني الاحتفال بالمناسبات تجميع الناس؟ هل يعني الاحتفال بالمناسبات قطع مرتبات الناس؟ هل يعني الاحتفال بالمناسبات إغناء بعض الفاسدين من هذا النظام الفاسد؟ نحن نعلم جميعا أن اليمنيين أحق بهذه الأموال، اليمنيين أحق بأموالهم من تعليق الخرق البالية ومن تشويه مدننا وتشويه قرانا بتلك الشعارات الرنانة الكاذبة، وذلك ما يحاول اليمنيون بكل أطيافهم استحضاره، وما يحاول اليمنيون بكل مشاربهم فضحه وعلمنا. نعم، عبد الإله أنقع كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال أخير من نبيل الفقيه من السعودية أيضا، مرحبا بك نبيل. سلام الله عليك أخت أمان وعلى الجمهور الكريم.
اهلا بك نبيل، تفضل مشاركتك حول موضوع الحلقه. الو. نعم اسمعك نبيل، ما الذي تود ان تضيفه بموضوع الحلقه؟ كيف يمكن للمواطن البسيط ان يجابه هذا الفكر الذي تقوم بزرعه في المجتمع اليمني ميليشيات الحوثي؟ هل يستطيع الان المواطن البسيط اينما كان ان يوضح هذه المفاهيم المغلوطه التي تحاول ميليشيا الحوثي ان تجعلها مسلمات من ضمن المجتمع اليمني؟ اقتمد كما اعرف الجميع ان الحوثي هو ليس وليد الاحضار وانه مكون اتى طارئ على اليمن على اليمنيين. الحوثي هو امتداد للامامه، والامامه معروف عليها عندما تحل تجد المواطنين تنهب الثروات، تاتي بالحروب، تاتي بكل ما هو سيء للمجتمع اليمني ويذكر بشيء على مستوى المجتمع اليمني. هي تاتي به هذه يعني ما يجري من ناب ثروات من ناب بصفحه مسوى مسمى المولد النبوي او غيره، هي امتداد لطبيعتهم التاريخيه. يعني الامام يحيى كان ينهب الثروات وينهب كذا، والناس تموت جوعا في صنعاء. تخيلوا مثلا بجرك رجع في صنعاء واتى قال صنعاء، قال بدل ان يصرف الفرن والخير خدمه يصرف خدمتين، قال قوله المشهوره: من مات فهو شهيد ومن حيا فهو عتيق. حدثت مجاعات في الحديده وغيرها، ورفض الامام ان ياتي بشيء، فهو امتداد لاجدادهم الاماميه الذين حلوا على اليمن واليمنيين ما يجري الان من نهب الثروات باسم مولد النبي. هي اشاعه للدين، اشاعه للاسلام، اشاعه لكل القيم الانسانيه. التجار يعانون، يعني متواصلين مع تجار في الداخل، مع ناس بسطاء لديهم محلات عاديه، مع الاقتصاد ووضع الاقتصاد المتردي، فينهبون ثروات. ويعني بعض التجار هناك نكته سياسيه متداوله في الشارع، يهم المولد النبوي اكثر مما يهم مصاريف واولاده، لانه سياتي الحوثي وينهب اموال ويفجر محله اذا لم يربح بهذه الاوامر. فالناس تعاني والحاله الاجتماعيه مترديه جدا، وهم رفعوا يعني لديهم بيوت ولديهم فلل ولديهم اراضي، وهم كانوا بعضهم لا يذكر اسمائهم حتى، لكن عندما تنهار الدوله ياتي هؤلاء العصابات، والعصابات دائما تنهب تسرق. وهؤلاء ليست عصابه طارئه كما قلت لك، بل هم انتداب تاريخي للحوثي للامامه التي كلما ضعفت الدولة أتت ونهبت الثروات وحلت بالحروب وحلت كل أنواع المجاعة. يعني لا جديد في الموضوع. نعم، بدون أدنى أي مراعاة للظروف اليمنيين التي يمرون بها، وأن تصنف اليمن أنها تعيش أسوأ مجاعة على العالم. شكرا لك نبيل، وصلنا إلى نهاية الحلقة، لم يعد لدينا وقت. شكرا أنك كنت معنا ضيف في هذه الحلقة، وأنت صديق دائم للبرنامج. شكرا لك نبيل الفقيه، كنت معنا من السعودية. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن لاستطلاع بعض التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب. الحركة الحوثية هي حركة استغلال وسرقة ونهب المال العام ونهب أيضا المواطنين، استغلال الخمس في مبدأ من مبادئهم ما هي إلا نوع من أنواع السرقة ونوع من أنواع الكباية ونوع من أنواع النهب للمواطن وللأموال العامة. ما يسلكه اليوم الحوثي بمناطق سيطرته في المناطق التي انقلب على الشرعية دليل واضح بسياسة النهب وسياسة السرقة، حتى أنهم وصلوا إلى النهب والاستغلال والسرقة باسم النبي صلى الله عليه وسلم وباسم مولده الشريف المبارك. فواضح يعني جبايتهم، واضح أيضا من سلوكهم، واضح من استغلالهم، واضح من حركتهم وأخذهم بالجباية بالقوة وبالسلاح وبالنفوذ. فالحركة الحوثية ما هي إلا حركة نهب واستغلال، كما نهبوا البنك المركزي، نهبوا أموال الناس، نهبوا المواطنين، نهبوا التجار، نهبوا كل ما هو جميل في هذا الوطن. فرض الحوثيون الجبايات في مختلف المحافظات المسيطرة عليها أو في كل المحافظات المسيطرة عليها على المواطنين بالعنف وبالقوة
وبتسمية هذه الجبايات أنها أو بأخذ هذه الجبايات على أنها لمراسيم أو لإقامة مراسيم حفل العيد عيد المولد النبوي التي لا نعلم حقيقته وأصله أنه بدعة وسنة أو إلى آخره. ولكن الذي نعلمه أو الذي سمعنا به الآن أن الحوثيين أخذوا الجبايات من كل المواطنين في المحافظات المسيطرة عليها بغرض إقامة الاحتفالات. ومن يرفض أو لا يستمع لقرار أو حكم الحوثيين بغرض دفع الجبايات فهو في مخيلة الحوثيين أنه مندس أو عميل للشرعية، وهنا يتم حبسه أو تصفيته أو إخفاؤه عن المجتمع. ميليشيات الحوثي في المناطق المسيطرة عليها في كل المحافظات تفرض على المواطنين في عيد الأضحية وعيد ميلاد النبوي في الأضحية، وتفرض عليهم على كل بيت في المناطق المسيطرة عليها. هذا عندهم الآن لا يمكن أن يقدروا أن يستطيعوا في توفير المواد الغذائية، وميليشيات هذه الميليشيات التي الآن أصبحت تسيطر تعبد الناس في المناطق التي مسيطرة عليها. ميليشيات الحوثي الإجرامية التي ما زالت بتعنتها وكبريائها في إذلال وإركاء أبناء هذه المحافظة تعز، إلا أنها قامت بفرض جبايات ورسوم تدفع على كل شخص وعلى التجار لإحياء مولدهم النبوي الشريف. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني إلا أن أشكر كل من تفاعل معي وكان ضيف معي في هذه الحلقة، وهو الشكر لكم موصول على حسن المتابعة، وهو لكم من زميل معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، في أمان الله.